استشهد 4 مدنيين على الأقل وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء جراء قصف مكثف ببراميل متفجرة وألغام بحرية على حلب وريفها. وفي سياق استهدف الطيران الحربي الروسي طريق الكاستيلو الاستراتيجي في حلب بصاروخ فراغي، ما أسفر عن دمار في جسر شقيف وأضرار مادية في المنطقة. هاي صاروخ قنابل عنقودية، هاي صاروخ أربع غارات للطيران الروسي مشان يقطع طريق الإمداد عن المدنيين، والحمد لله ما عم يطلع له. ولمزيد من التفاصيل معنا عبر سكايب من حلب مدير مكتب حلب اليوم مصطفى العبد الله. مرحبا بك مصطفى، بداية لو تطلعنا على تطورات القصف على حلب وريفها خلال 24 ساعة الماضية. أهلا بك. أصلا كعادة النظام وروسيا عند قبيل كل جولة تفاوضية يصعد النظام من حملته العدوانية الإجرامية على محافظة حلب ريفا ومدينة المناطق المحررة، أقصد تستمر الحملة الجوية من قبل طيران روسيا والنظام على مدينة حلب وعلى الريف الشمالي والجنوبي والغربي. اليوم سجلنا أو سجل لدينا حوالي 10 صواريخ على كفر حمراء وحوالي 10 براميل وأكثر من 15 جرة. أيضا في الكارفور كان هناك صواريخ وشهيد وعدد من الجرحى. على حريتان سقط أكثر من 12 برميل و أيضا حوالي 15 إصابة. هناك أيضا غارتين جويتين على معركة الأرطيق وأيضا غارتين جويتين على حيان. الكاستيلو كان والجندول كان هناك 3 صواريخ وعدد كبير جدا من الجرر المتفجرة. الملاح أيضا كان هناك شهيد. عندان كان هناك غارتين وعدد من البراميل المتفجرة. أيضا القصف استهدف الليرامون، المشهد، مساكن الفردوس، ضيعة الأنصاري، الشقيف، العامرية، الشيخ سعيد وأرض الحمراء، وكل هذه المناطق كان هناك إصابات بين المدنيين وكان هناك استهداف مباشر للمدنيين. طيب ما الجديد حول المعارك بين الثوار وتنظيم الدولة بريف حلب الشمالي تحديدا؟ أصلا ما يخص المعارك بين الثوار وتنظيم الدولة، تجري الآن معارك في قرية كفر كلبين التي تقع شرق جنوب مدينة مارع في محاولة لفك الحصار عن مدينة مارع. الثوار استطاعوا تدمير تركس أو جرافة تابعة لتنظيم الدولة. ما زالت المعارك على أشدها الآن لفك الحصار. المعارك بدأت حقيقة منذ ساعة من الآن وهي على أشدها، وإن شاء الله الثوار وضعهم جيد جدا. نعم، شكرا لك من حلب مدير مكتبنا. تفضل مصطفى، هل هناك شيء تحب أن تضيفه؟ لابد أن أشير إلى استهداف النظام لطريق الكاستيلو والجندول بأكثر من 5 غارات جوية وعدد كبير من الجرر المتفجرة، واستهدف أيضا جسر أشقيف، الجسر الذي يقع في بداية طريق الكاستيلو من جهة مدخل مدينة حلب المحررة. هذا الجسر تم تدميره، العبور على طريق الكاستيلو عبور صعبا جدا وخطرا جدا بسبب استهداف النظام بالطائرات المروحية البراميل، وأيضا استهداف روسيا بالطيران الحربي، وأيضا قيام مدفعية تلة الشيخ عيسى في الشيخ يوسف عفوا في المدينة الصناعية بقصف هذا الطريق بشكل متواتر. هناك إصابات وهناك احتراق لصهريج مازوت واستشهاد شهيدين في هذا الطريق. نعم، شكرا لك مصطفى العبد الله مدير مكتبنا من حلب. أهلا بك أخي. أصلا